ذنبهم أنهم أحبوا الحياة لكنها لم تنصفهم، فعكسوا حكايات للبقاء في خيام الشتات تحت عبء الظروف في رحم التشرد خلف الأسوار والأسجيجة. وكما قيل في العلم أنه نور، جاء عام الخير من إمارات الخير لينير ظلمة حكاياتهم ويجدد لهم الأمل بكل ما هو متاح، فيصنع فرقا بحكاية جديدة للبقاء. من منكم يعرف الإجابة؟ أنا الجواب هو 7. تعطي للحياة قيمة من جديد. تتميز خيمة التعليم عن بعد بإمكانية التعليم عن بعد، قلة التكلفة، 8 فصول للغة العربية والإنجليزية والرياضيات والتربية الإسلامية، أكثر من 300 آيباد، أكثر من 300 طالب وطالبة، كما تتميز بإمكانية استدامة خدمتها.